إذن هو تحالف ليس تحالفا مسلما فقط، ها؟ اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، هذا تحالف من فضل الله، وقامت به دولة التوحيد هي اللي ترأست هذا التحالف. ومن قال يعني كيف دي ينفع بدون دعم غربي وكذا، من متى كان الجهاد ينتظر الدعم الغربي؟ واضح. ومع ذلك من فضل الله ما فيه معارضة غربية، بل على العكس أتصور أنه سيكون هناك يعني نوع من الدعم على الأقل، يعني من حيث يعني كف الأذى. ليش؟ لأن القوم قد تغطرسوا، أعني الروافض وعملاء الروافض في بلاد الإسلام. إخواني الروافض في كثير من بلاد المسلمين عاشوا هنيئي العيش عقودا طويلة، في العراق، في البحرين، في الكويت، في السعودية، في اليمن، في غيرها. لما عاشوا بين المسلمين، المسلمون لم يؤذوهم مع ظهور بدعتهم، ومع أنه ينبغي أن يهاجروا وأن يقمعوا، ومع ذلك لم يؤذوهم. وعندما كان يسأل الناس، كنا نسأل بعض الناس الجهال، أنت سني أم شيعي؟ يقول لك لا فرق، إيش الفرق بين لا يعرفون، مما يدل على حسن التعامل. حسن، نحن لا ندعو إلى التعايش الحسن بيننا وبينهم لأننا نعرفهم، لكن حسن تعامل أهل السنة معهم، ما فعلوا شيئا لهم. فلما كان الناس بقبضتهم أظهروا حقيقة ما في نفوسهم. عندما كنا نقول للناس إنهم يتقربون بقتل السني، يقول لك كيف لا يمكن، نحن عشنا معهم سنين وما حصل. نعم، لأنهم في قبضتنا، لكن الآن لما صرنا نحن في قبضتهم أظهروا حقيقة ما في أنفسهم، فهم يعتبرون أنك تدخل الجنة إذا قتلت سنيا. فلذلك بعض الناس يستغرب، يقول لك كيف ممكن واحد من هؤلاء ما يسوي العملية، ما يسمى بالعملية الانتحارية في جماعة من السنيين. نعم، يقتل سني يدخل الجنة. يعني إذا وضع الحزام الناسف بين سوق من أهل السنة، هذا يعني ما الذي سيمنعه؟ فسفك الدماء من شيم القوم، منعهم، منع استمرارهم وامتدادهم، هذا واجب، واجب على أولياء الأمور. والحمد لله أن بعض أولياء الأمور قام بهذا الواجب، وهذا ليس واجبا على دولة بعينها. لا يمكن الحد من خطر القوم بدولة بانفراد، بل يجب التعاون والتكاتف على جميع المسلمين حتى يحد من خطر القوم. لما ظهر خطر القوم في البداية، في نفس الوقت أيضا نفس الشيء، المملكة السعودية قامت بحملة وأوقفوا أولئك المجوس الروافض على الحدود مع العراق، ودعمت العراق بكل أنواع الدعم، وتحالف معه كل المسلمين، والأردن كانت ممن تحالف معهم، وبعثت، وهناك من نرجو لهم الشهادة في تلك على تلك الجبهة. واضح هذا الأمر؟ وبالتالي يعني هذا واحد من الناس يقول طيب يعني لابد من راية واضحة. نقول لك إمامك أميرك، رايته ليس هناك أنصع منها. والأمير إذا كان، حتى لو كان هذا الأمير ليس من الصالحين، لو كان فاجرا، لو كان فاسقا، مرتكبا للزنا، شاربا للخمر، فإنك تجاهد معه وتحج معه. لكن الآن ما زال الأمر يعني في يعني ضمن دائرة الطيران فقط، يعني ليس هناك باب مفتوح، وإلا فذلك يرجى أن يكون من الجهاد في سبيل الله، وهو أولى من جهاد اليهود، وهو أولى من جهاد. لأن بعض الناس يقول لك يا أخي طيب فلسطين تاركين، فهل يعني من 67 سنة وإحنا الكلام دائما يعني نوقف كل المقدور، يعني كل مصائب تصير للمسلمين يقولوا لا تصلحوا شيء، استنوا عبيل ما إيش. لا يا أخي، وبعدين يا أخواننا قضية فلسطين ليست مشكلة، هي نتيجة، هي نتيجة. وبالتالي نحن لا ننتظر النتيجة لما تتغير، إحنا لازم نغير.
من الذي قال لك لا تصلح؟ من الذي قال لك إن مقومات النصر على اليهود في أن نترك أعداء السنة؟ بل على العكس، إن من أوائل ما ينبغي أن تفعله تصحيح العقيدة وحماية العقيدة وحراسة العقيدة. كيف يمكن أن تحرس العقيدة والروافض والخوارج يعيثون في عقيدة المسلمين وفي قلوبهم فسادا قبل الدماء؟ هذا من مقومات النصر على اليهود. ثم الحمد لله هذا فالحسن، يرجى أن يكون هناك تكوين لجبهة كبيرة جدا سنية بعد ذلك، يهابها من يهابها، وإلا اليهود حتى لو حامى عنها الأمريكان والأوروبيون وغير، مهما حاموا عنها إذا كان هناك فعلا تكاتف سني يعني يحسب له حساب. نحن في آخر المراحل، انتهى يعني حتى المفاوضات، قال ما في داعي أصلا نتفاوض، يعني انتهى تمام. وكان إذا كان مفاوضات ما في أي طرف ضاغط، يعني من اللي سيضغط؟ غالب الأمراء يعني أولياء أمور المسلمين مشغولون في أحوالهم في الجبهات الداخلية وفي الثورات وكذا، ضعفت الجبهة في مواجهة اليهود ولو حتى في الحوار وفي المفاوضات التعامل معهم. هنا نتعقل في مثل هذه المواقف وهذه أزمة تمر بها الأمة، وأفضل شيء فعل في هذه الأزمة من منذ سنين ما فعل منذ يوم الخميس، من صبيحة الخميس أمس، هذا أفضل ما. وإلا فكم تكلم المشايخ وكذا وحذروا من خطر هؤلاء الروافض الذين يعني، سواء كان الكلام ليس عن الحوثيين، لا، هؤلاء الحوثيون هم موطئ قدم، ليس الكلام عن الشيعة البحرين، هؤلاء موطئ قدم، ليس الكلام عن الشيعة السعودية موطئ قدم، لكن يجب أن يحذر من جميع تلك، يعني هناك قوة كبيرة جدا. هؤلاء كيف صاروا هكذا؟ كانوا صغارا، ما كانوا في هذا الحجم. وعندك من أعظم الحلفاء الكبار ما كان في سوريا وما كان في جنوب لبنان وإلى آخره، فلا بد من الحذر الشديد حتى لا يفتح الباب على مصراعيه. فمن يتشكك في هذا نقول له ماذا نفعل؟ تفضل هات أي طريقة أخرى، وإلا فنقول من الناحية السنية ما ينبغي أن يحكم السنة شيعة، صحيح؟ ومن ناحية الإسلام ما ينبغي أن يحكم هؤلاء الذين هم باطنيون، دخلوا الإسلام، أصولهم دخلوا الإسلام من أجل الكيد للإسلام، فكيف يكونون؟ ومن الناحية القومية للقوميين ليس لنا، كيف يحكمكم أنتم عرب ويحكمكم هؤلاء المجوس، ها؟ عفوا الفرس، لو كانوا مسلمين وسنة على الرأس والعين لا مانع، لكن أولا يحكمون أشرف الأنساب ويحكمون أحساب النبي صلى الله عليه وسلم ونسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقال إن هذا لماذا نقوم بالحرب هنا؟ وبعض الناس يقول لك ليش الآن صار فيه تحالف وأسلحة وظهر كل شيء؟ يا أخي اتق الله، إما أن تقول خيرا أو تصمت. ثم لو فرض أنه هؤلاء الحكام قصروا في أرض فلسطين وقصروا في كذا وسلموها تمام، أيكون ما فعلوه هذا مذموما؟ قالوا لك قوم جاهد معنا في محاربة، احنا تسلمناه، قلنا تفضلوا وقلنا لهم حلال عليكم. هب أن الأمر كذلك مع أنه لا يقوله مسلم، لا يقوله أفجر المسلمين أنه حلال على اليهود بيت المقدس، لا يمكن أن يقول مسلم هذا الشيء، هذا لا، يعني هذا مش من باب الشرع وعدم الشرع، بل هو من باب الواقع الموضوعي. ما في مسلم يتصور أن يقول إحنا حلال على اليهود بيت المقدس، خلينا نروح إحنا نروح على أي بلد آخر، ما يمكن هذا، صحيح ولا لا؟ افرض فرض يعني من باب فرض المحال أن هم سلموهم إياهم، قالوا الحمد لله السلام عليكم وخلصنا من إيش؟ من القضية الفلسطينية، ثم أمروك أن تجاهد في سبيل الله عز وجل عباد الخشبة وعباد الحسين وأهل البيت، تجاهدهم ولا لا؟ جاهدهم.
وهذا يعني يرجى أن يكون من الجهاد، بل أرجو أن يكون من أعظم الجهاد، وأرجو أن يكون هذا الحلف يستعمل في الجهتين، يضرب الروافض ويضرب الخوارج ويكونون مقتدين بعلي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب قاتل فرقتين، قاتل الخوارج وقاتل الروافض، ونرجو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد رميتهم في حقها، وأن لا تخرج رصاصة إلا بحق، وأن لا تصيب إلا من هو مستحق للقتل والإيذاء، لأن أحيانا الطيران قد يحصل منه أخطاء ويحصل منه كذا، ويبدأ أهل الكلام المذموم وأهل الباطل والمحطات التي تبيع في بدا في بلا في دماء المسلمين من أجل تحصيل مكاسب إعلامية ستتكلم، واضح؟ إلا إذا كانت طبعا الدولة التي تحكمها مشتركة فراح يسكت طبعا، هذا الواقع صحيح؟ تفضل. أحسن الله عليكم. يقول: قوله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط مع حديث عائشة، أليس دليلا على أن قول لم يفعل كذا قط في لغة العرب لا يراد به دائما نفي الجنس، بل إذا كان المنفي قليل الوقوع جدا في مقابل كثرة نقيضه أو ضده فإنه يجوز في لغة العرب أن يقال لم يفعل كذا قط؟ في الجملة الجواب صحيح، وهذا ما أشرت إليه. لماذا ذكرنا قول عائشة؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بورك بكم شيخنا، النفس مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، فكيف علاج ذلك؟ هناك فرق بين حب وحب. الحب الجبلي ليس ممنوعا، حب الجبلي هذا يكون في القلب، وهذا الحب يحمل على الإحسان إلى الآخر. فنبينا عليه الصلاة والسلام أحب من أحسن إليه، بل من أحسن إلى الدعوة، فنصر النبي صلى الله عليه وسلم وحمى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وحمى جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. وقالت عائشة: ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب. فقال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حرصك على هدايته مطلب لا مانع منه، فهذه المحبة التي سببها الإحسان، أنك تحسن إليه من ناحية الدنية، واضح؟ وإذا أساء فإنك لا تسيء، لا تطلب له قل يا رب اجعله يموت كافرا، أو تذهب إليه وتشوش عقيدته حتى يموت على الكفر، ها؟ واضح؟ يعني ليس القضية ليست مطردة منعكسة. نحن نقول لك إذا أحببت إنسان ادعوه إلى الهداية، الحمد لله. يعني واحد من الدعاة إلى الله يحب عشيرة، نقول له إذا بذل هذه العشيرة إيش؟ ادعوها إلى الله وعلمها. يحب عشيرتين، قل له في العشيرتين. داعي يحب الخير لكل الناس، قل ما شاء الله انطلق. ها؟ نبينا عليه الصلاة والسلام كان يحب الخير لكل الناس، حتى كان يتأذى جدا أن يموت واحد على الكفر، صحيح؟ ويفرح جدا أن يموت واحد على الإسلام. نعم، كان عليه الصلاة والسلام لما يعني ييأس من أناس يعني مثل يعني أبي لهب، هذا ما يؤس منه، يتركه خلاص انتهى، نص دل على ذلك. وبالتالي أو مثلا قتل كافرا، أمر صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل نفسه حسرات على هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يتصدر للدعوة ويقول: الإيمان القلبي قد يوجد مع تخلف العمل، لكن العمل لا يمكن أن يوجد مع تخلف الإيمان القلبي، وينسب هذا بمعناه لشيخ الإسلام، يعني فمن رد على هذا؟ يعني كيف لا، يعني هذا الكلام أنا أتصور أن الذي نقل الكلام إذا نقله عمن يعرف بالعلم فهو مخطئ. لا أحد من أهل العلم يقول هذا الكلام أبدا، بل لا يقول بأن العمل الظاهر يعني دليل على العمل الباطن أبدا، ما أحد، لا يعرف يعني أحد يقول بهذا الكلام، الكلام غلط هذا. المنافق إيش هو؟ العمل لا يوجد عمل الظاهر إلا بعمل باطن؟ ولا أنا فهمت السؤال غلط؟ اذكر لي جزء العمل.
الإيمان القلبي قد يوجد مع تخلف العمل، لكن العمل لا يمكن أن يوجد مع تخلف الإيمان القلبي. سبحان الله عز وجل يقول عن المنافقين، يقول إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يعني القلب ما هو مصلي، ولا يذكرون الله إلا قليلا. طيب كيف يمكن أن يقال هذا من يعني؟ أنا أظن أنه إذا كان هذا من الدعاة يعني المهرجين، تعرف بعض المهرجين يقف أمام الناس ويبدأ يهرج، فهذا يقول ما يشاء، وينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أما إذا كان أهل العلم فلا يقول ذلك صاحب علم أبدا، إما زل به القلم أو زل من نقل عنه، لا أتصور وجود هذا في واحد من أهل العلم. هذه من أفسد، ما أظن في عقيدة أفسد من هذا. يعني كرمية إيش؟ لعله أحسن عليكم يقصد يعني العمل الصحيح. على كل حال نحن لا نصحح للسائل حتى يصحح هو بنفسه، ينقل لنا من الموضع، ولو لم يعني نحن لا نريد أن نعرف من الشخص، لكن على الأقل ينقل من الموضع بالضبط إيش تكلم، ولا يكون هناك كلام قريب يعني متقدم أو متأخر يدل على مقصود القائل نحذفه. لا انتبه اخواننا، اذا كان طبعا مشتغل بالدعوه كلمه فضفاضه، نحن عندما نتكلم بهذه الكلمه احيانا نقصد النيل من الشخص، ولا نقولها في صاحب علم ولا في طالب علم. لما نقول واحد مشتغل بالدعوه يعني ايش؟ يعني واحد من هل ايش؟ من هل القصاص، من هل الوعاظ، من كذا، فمثل هذا يعني يتكلم، الذي سيمنعه من الكلام يعني من الخلط، يعني خلط والخبط. آخر سؤال أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز لبس خاتم النحاس؟ فيه نهي، ولكن الحكم لا أعلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.